جريدة إكسبريسيون في 11 نوفمبر 2000. علاش أعطينا سمينا الجريدة هذه الإكسبريسيون؟ لأنه في شيء اللي يخص اللي يتعلق بحياتي المهنية، لأنه في 1992 بوجه التحديد في 27 جوان 92 خرجت في السوق الجريدة اسمها ليبرتي، وكنت أنا ذاك أنا مدير مؤسس وشريك مع ياسر عبد البراد في هذه الجريدة. أصبحنا في أزمة وفي فترة اللي كانت الجزائر تعيش دماء، فترة الدماء تاع الإرهاب، فضلت أن نوقف النشاط بتاعي الصحفي. فضلت نسميه الإكسبريسيون، الجريدة الأولى اللي نجحت بها كنت في المجاهد، بعدين رحت للصحافة الحرة درت ليبرتي، سيت ان جولي مو، سيت ان تري بو تيتر، ليبرتي ليبرتي. قلت علاش ما تسميش الإكسبريسيون؟ لأنه ليبرتي ديكسبريسيون، الجريدة تاع الإكسبريسيون مفتوحة للجميع، مفتوحة للإسلامي إسلاموي، مفتوحة للديمقراطي، مفتوحة للجمهوري، مفتوحة لليماني، مفتوحة لليساري، مفتوحة لكل أحزاب بدون حدود. نناقش تبادل الرأي والنقاش، حسب رأيي أنا عندي 50 سنة الصحافة الوطنية وتكون في مدرسة صحفية كبيرة، أن أنيس من 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 أعظم الصحفيين باللغة العربية بناحية الكفاءة، بناحية نشاطه، وبناحية حماسه كذلك. بعدين عمل النهار أصبحت جريدة كبيرة، فات الاوديو فيزيوال، فات التلفزة، وفي التلفزة يعني رهان كبير يعني، وتشوف النتيجة متاع جيدة النهار. اليوم أصبحت القناة الأولى بالجزائر، يحترم الكبير ويحترم الصغير ومش حقار بنعرفه. وكذا كان الناس يدي واحد إنسان يدلنا ليه لابد يدفع على نفسه. إن يرسلكم الله فلا غني لكم.